ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عارف ان الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده موضوع خارج موضوع البتاع ده، اللعبة، بس لقيت فيديو قدامي، تمام، لشاب بيتكلم ان المحفظة بتاعته، المحفظة بتاعت اورنج او فودافون او ايا كانت، المحفظة الالكترونية اللي هي زي فودافون كاش وكده، ان هي اتسرق منها فلوس، تمام. فانا حبيت انوه عن حاجة. مبدئيا هو بيقول في الفيديو انه حد كلمه قال له من فضل، هو وصل له رمز وفي حد طلب منه الكود ده، اتصل بيه وطلب منه الكود، فهو قال لهم انتوا لا، انتوا مش خدمة عملاء، انتوا لا، انتوا مش هديكوا حاجة. بس هو باين من طريقة كلامه وان هو قلقان في الفيديو ان هو فعلا ادالهم البيانات اللي هم طلبوها، وهو دلوقتي طالع يصيح وزعلان انه اتسرق، تمام. السلام عليكم. النهاردة ابعت لي مسج من اتصالات كاش، يعني بيقول لي الرقم ده سري ما تقولوش لأي حد من الموظفين. فبعديها بدي 5 دقايق أو دقيقتين لقيت رقم بيكلمني بيقول لي ممكن الرقم السري اللي اتبعت لحضرتك يا فندم. فبقول له أنا ما بشاركش أي بيانات إيه مع أي حد، لازم اللي يكون بيكلمني فرع، يعني رقم اللي هو ال4 وحايد دوت بتاع الشركة، يا إما أروح الشركة أحدث البيانات لو أنت زي ما بتقولي البيانات وقفت. فقعدت بالظبط اتكلمت مع الشخص ده وقلت له مش هشاركك أي داتا والكلام ده، قعدت بالظبط بتاع 3 دقايق 4 دقايق في المكالمة مش هشاركك أي بيانات والكلام دوت. بعديها مفيش، قفلت معاه 3 دقايق وفلوس اتسحبت من المحفظة، تمام. رحت فرع اتصالات اول فيصل لقيتهم بيقول لي مش مشكلتنا يا فندم، وده هاكر، هاكر المحفظة عندك، ودي مش اول مشكلة تحصل كده، ده كذا مرة بتحصل. فانت كده اتصالات ان سيفتي، مفيش امان بجنيه. ازاي؟ طيب مبدئيا كده في طريقة، تمام، بيعملوها الناس عشان يسرقوا الفلوس اللي فودافون كاش بتاعتك او ايا كانت في انهي محفظة الكترونية. بيروح المعلم بأداة كده معينة، تمام. الأداة دي بتعمل تشيك بمبلغ معين، هي بتخمن الحسابات اللي فيها مبالغ فوق الألف مثلا، لو نقول فوق الألف، هي بتخمن مبالغ فوق الألف. طيب الأداة بتعرف منين ان انت عندك فلوس في المحفظة؟ بتشوف اخر حوالات ليك، هي بتقدر تعرف انت اخر مرة حولت امتى، اخر مرة بعت امتى، طب استلمت، طب سحبت، كل الحاجات دي الأداة دي بتعرف تجيب بيانات عن الموضوع ده، لكن متعرفش تدخل على المحفظة بتاعتك وتسرق الفلوس منها، تمام، عشان نبقى على مية ونور. فطبعا الأداة دي مثلا انت بتطلب مثلا سحب 2000 جنيه او 4000 جنيه، او ان انت تحول مبلغ كامل كبير. فبيروح واحد من ال من أو هو الهاكينج ده اللي عملك هاكينج اصلا للمحفظه بتاعتك، بيكلمك بيقولك انا خدمه عملاء، من فضلك في كود وصل لك، بدي الكود ده. طبعا انت بتدي له الكود، تمام. وللاسف المهم انت بتدي له الكود، وبعد ما بياخد الكود بيديك استمارة 6، بيكون سحب منك الفلوس او حاجة زي كده. طيب هل محافظ الدكتور هو بيقول ان هو اتكلم معاه لمدة 3 دقايق؟ وفي طريقة تاني بيعملوها برضو الهاكر الناس اللي ليها في الهاكر، يعني بيتكلم معاك فترة لا تقل عن دقيقتين او 3 عشان يكون دخل على الموبايل بتاعك بثغرة، تمام، وهي ان انت وهو بتتكلموا مع بعض. ففي اداة برضو بتعمل زي تنصت وبتجيب الاي بي ادرس بتاعك، او في ثغرة معينة بيدخلوا منها على الجهاز بتاعك لما بيتكلم معاك فترة طويلة، زي ما بتعمل الحكومات انهم يتكلموا معاك اكتر من دقيقة عشان يلقطوا اللوكيشن بتاعك او الموقع عنوانك على الخريطة فين، تمام. فانت ما تردش على ارقام غريبة، ما تغلطش غلطة اخونا اللي سلم البيانات بنفسه، لان هو قال ان هو راح للفرع قالوا له لا انت اللي عملت المشكلة دي مش من عندنا، انت اللي اتهكرت مش احنا اللي اتهكرنا. لانه لو هما الهاكر هكر الفيز او المحفظة كلها، كان هكر المحافظ كلها وكان سرق مبلغ عبيط، لكن هما بيستهدفوا واحد طيب وعارفينه ان هو على الله حكايته وهيديهم كل البيانات كده. طيب
تعمل ايه انت لو حصل معاك حاجة زي كده، وحد اتصل بيك قال لك مثلا انا خدمة العملاء وايا كان فيزا او اي حاجة زي كده، حاول ان انت تفصل النت عن الموبايل بتاعك المدة ما تقلش عن ساعة، تحاول ان انت يعني ايه ما تفتحش معاه كلام اصلا، يعني انت اول ما تعرف ان هو نصاب وبيقول لك هات حاجة وحاجات زي كده بيانات، اقفل في وشه السكة وريح دماغك عشان الدنيا ما اتضمنتش، عشان ما تبقاش اتنصب عليك في حاجة يعني ما تستاهلش، يعني واحد عبيط حرفيا ما يعرفش يعني ايه هاكينج اصلا جاي يهكرك انت عشان يسرق فلوسك، فبلاش، لازم نفوق ولازم نصحصح كده وبس كده. شباب اسيبكم مع الفيديو، ربنا يستر علينا وعلى الجميع ان شاء الله، سلام. متى سيمطعر وجهك يا ابني وتحزن لما انت عليه؟ هتتفشخ وحصلتك مليون مره. بنقول انا بقول عليك معتوه سخن، مش عارف تعمل ايه، ضايع محبط متنال على ميتين اهلك. لم نفسك بقى كفايه. بلاش بلاش عشان ملا. والله العظيم مش عاوز احرجك اكتر من كده. Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight, and they know this took time. This what a legacy look like. I'm a
when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah, come with a hook right. Hook right, hook right, hook right, make all the man them look twice. I'm well, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know it's good time, this what a legacy look like. This what a legacy look like. ما برحمش حد والله ما برحم حد. I am you.